جزاكم الله خيرا. ما هي المتون التي يجب على طالب العلم حفظها؟ متون كثيرة، وكل فن فيه متن. الفقه فيه متن الزاد مثلا، نعم، الحديث فيه متن بلوغ المرام، أحاديث الأحكام، الأصول فيها متن الروضة بن قدامة، أصول الفقه. الفقه فيه زاد المستقنع كما ذكرنا، المصطلح الحديث فيه نخبة الفكر الحافظ ابن حجر، النحو فيه متن الآجرومية أو المقدمة الآجرومية في النحو، بعدها متن القطر لابن هشام، بعد ذلك الألفية لابن مالك. هذه متون في هذه العلوم، وهي متون جليلة. نعم.